الجمال والعظمة والكمال وذي العطايا والنوال أحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين أحمده جل وعلا بما هو له أهل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله ربكم واحمدوه جل في علاه على عظيم نعمائه وجزيل عطائه ووافر آلائه حمدا كثيرا وكونوا لله عز وجل من الشاكرين وله تبارك وتعالى من المعظمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المؤمنين هنيئا لكم وهناكم الله بهذا العيد المبارك هنيئا لكم ثم هنيئا لكم بهذا العيد المبارك العظيم أيها المؤمنون عيد المسلمين فرحة كبرى وسرور عظيم يعقب طاعات لله وعبادات وقربات فهو عيد حمد وثناء وتعظيم وإجلال وشكر لله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون للمسلمين في السنة عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وهما يعقبان طاعتين عظيمتين طاعة الصيام في شهر رمضان المبارك وطاعة حج بيت الله الحرام عباد الله وفي رمضان لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من لياليه المباركات وفي يوم عرفة هو أكثر أيام الله عز وجل التي له فيها طاعة وامتثال الأمر لله جل في علاه والمداومة على ذلك إلى الممات يعقبه طاعات من الفرح هي آثار لهذا الفرح بطاعة الله وقد اقتصر هذا المعنى النبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله للصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون ويبدأ الفرح الذي هو ثمرة فرح العبد بطاعة الله في لحظات الموت عند مجيء الملائكة لقبض روح العبد المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وعندما تقبض ملائكة الموت روح العبد المؤمن تقبضها قبضا رفيقا قائلة أيتها النفس المطمئنة أخرجي راضية مرضية إلى رب غير غضبان فتخرج روحه مطمئنة راضية فرحة مستبشرة وهي في تمام الفرح والسرور ثم عباد الله يوم حشر العباد ووقوفهم يوم المعاد بين يدي الله جل وعلا تتوالى على المؤمن أنواع من الفرح والبهجة والسرور فرح بذل العرش وفرح بإيتاء الكتاب باليمين وفرح بثقل الموازين وفرح بضياء الوجه وبهائه وفرح بالعبور على الصراط وفرح بالشرب من حوض نبي الكريم وفرح ببلوغ باب الجنة وفرح بدخول الجنة طبتم فادخلوها خالدين فهو أنواع من الفرح تتوالى على عبد الله المؤمن وهي ثمرة طاعات الله وعباداته وقرباته أيها المؤمن ولا يقارن بهذا كله فرح المؤمن برضا ربه وتشرفه برؤية الله جل في علاه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة
قال: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. أي فرح هذا، وأي فرح يقدر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وهو يروي عن ربه جل في علاه: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول الله تبارك وتعالى لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول الله تبارك وتعالى: هل تريدون أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل في علاه: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. أي فرح هذا عباد الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله، الحمد لله كبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد ذكر الله الفرح في كتابه في مواطن كثيرة تزيد على 20 أو أكثر. والفرح على مجيئها في القرآن على نوعين، أو أتت على نوعين. النوع الأول فرح محمود يحبه الله جل وعلا ومضى الإشارة بطرف منه. النوع الثاني الفرح المذموم لا يحبه الله ولا يرضاه، وهو أن يكون فرح العبد قاصرا على هذه الحياة الدنيا فرحا بها ومكبا على تحصيلها، لا هم له إلا الحياة الدنيا. ولهذا قال قوم قارون له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. نسأل الله جل وعلا أن يملأ أوقاتنا وحياتنا بطاعة الله، وأن يرزقنا الفرح الحقيقي بعبادة الله جل في علاه، وأن يصلح شأننا أجمعين، وأن يهدينا إلى صراط مستقيم. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.